بمناسبة مباراة البايرن، شفنا علاقة ما بينك وما بين نوير أحد أفضل الحراس في العالم، وحتى على السوشيال ميديا الستوريز بتاعت الانستجرام أنتوا الاتنين. كلمني على الحديث اللي كان ما بينكم سواء في مباراة البايرن أو حتى امبارح لما بارك لك بعد الفوز بالبرونزية. لا خالص، انا بالنسبه لي ده، انا ده بالنسبه لي ده يعني يا ده بالنسبه لي مثل الاعلى، يعني انا ده الوحيد اللي انا بتفرج عليه. انا طبعا بتفرج على الحراس كلهم كبار طبعا، بس ده اكتر واحد بحبه يعني، بتفرج عليها دايما من وجهه نظر انا طبعا يعني، وانا بحبه جدا طبعا. انا لما شفته كان انا كنت سعيد جدا، وقلت له ان انا سعيد ان انا شفتك النهارده وانا اكون موجود معاك النهارده، ورد بس نفس النظام وقال لي بالتوفيق في المستقبل وكلام كده، وبارك لي امبارح قال لي مبروك وان شاء الله برضه في المستقبل. بس ده اللي حصل بينه وبينه يعني، ما فيش كلام كتير خالص، اللي احنا كان داخلين على ماتش ما فيش كلام، هو بس كلام بسيط. الحمد لله الواحد لما بيتمنى حاجه بتحصل يعني، ده بتوفيق من عند ربنا طبعا، والحمد لله اللي احنا طلعنا ايجابيات كتير جدا من البطوله دي يعني.